صور لأنك محدودة ماتك من الخارج تعليم محدود. أولا نشكر الكريم السؤال الرائع. وجهة نظري الدراسات اللي تفوت سواء كانت عن طريق المدارس التحليلية أو مناطق النشر زي المجلات دورها الرئيسي يعني طرح مثل هذه القضايا، ربما المؤشرات هذه والنماذج تكون من خلال المراكز الوطنية يعني. لكن أنا أتفق معك إجمالاً وأهمية وجود مثل هذه المؤشرات، وأعتقد أن وجود هذه المؤشرات هي تأتي يعني على مدار زمني طويل شوي. نخرج من جانب الأكاديمي، تفضل دكتور سعد العقيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والمرسلين. العقيد دكتور عزيز الحربي، مركز الدراسات والبحوث كلية الملك فهد الأمنية. بداية شكرا لهيئة حقوق الإنسان على الحلقة العلمية الجيدة والمعلومات القيمة اللي سمعناها، شكرا لتحت الفرصة وشكرا للدعوة. طبعا هو سؤال أو تساؤل أو توصية. طبعا احنا في جانبين سمعناه في المحاضرة، في جانب إعلامي في جانب بحثي. اتجاه البشر هذا مفهوم شمولي، مفهوم كبير جدا، وكل دولة تتميز ب يمكن أشياء تميز الأنشطة الرئيسية في اتجاه البشر وخصائصها. السؤال هو تقريبا بما أن المجتمع معرفي لله الحمد في المملكة العربية السعودية ومتاح المعرفة للجميع، وانتشرت لدينا مفاهيم حديثة وتم تعزيزها مثل المواطنة الرقمية، الوعي الرقمي، هذه مبنية كلها أساسا على أفراد المجتمع والدور الواعي داخل أفراد المجتمع. اللي أتمنى إن صراحة نشاهده وشفناه من المعلومات الكبيرة جدا يكون عندنا نموذج يقدم لأفراد المجتمع. هذا النموذج من خلاله أستطيع إن يكون هنالك مؤشرات أو صفات للأشخاص أو اللي يرتكبون جرائم اتجاه البشر، وبرضه صفات وسمات لضحايا الاتجاه في البشر. هذا النموذج اعتقد انه مهم جدا، يعني ممكن تطبيقه من جوانب متعدده، لكن مهم جدا ان يكون عندنا في المحاضره هذا الشيء يطلع به توصيات، منها المعرفه المستدامه لافراد المجتمع والتعويل عليهم بشكل كبير جدا. النموذج يقدم اما من خلال برامج او من خلال تطبيق رقمي او من خلال مواقع الكترونيه. انا عارف ان الان المجتمع الان والوعي المعرفي ترفع لتبعيد النشاط البحثي والاعلامي في مكافحه جرائم الاتجار بالبشر. توجه التشريعات العربيه الى مواكبه كل ما هو حديث في هذه الظاهره بهدف اجراء التعديلات على قوانينها للحد من انتشار هذه الجريمه. ضروره توعيه افراد المجتمع بمخاطر هذه الظاهره من خلال تكثيف الاعلامي بكافه وسائله المرئي المستشار الإعلامي، تعميق الوعي والثقافة المجتمعية المتعلقة بهذه الجرائم. أولاً إنشاء قواعد بيانات ومعلومات وطنية موحدة لرصد حالات الاتجار وزارة العدل ووزارة التعليم والهيئات البحثية في الجامعات وخارجها ووزارة الموارد مواقع الاتجار والبشر في المملكة من خلال البحث العلمي، تنشيط البحث العلمي في مجال رصد المظاهر الجديدة للاتجار والبشر، تطوير ودعم البحث العلمي في مجال مكافحة انتشار البشر. لهذا اليوم الجلسة الثانية بمشاركة كل من الدكتور إشعال صالح السرحان عضو هيئة التدريس في قسم القانون في جامعة الملك معهد القطط، وأيضا الدكتور عثمان محمد الشيبي عضو هيئة التدريس في معهد الإدارة العامة. نبدأ مع الدكتور إشعال. الدكتور إشعال صالح السرحان تفضل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أصحاب الفضيلة وأصحاب السعادة، صلى الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد والإعانة. عنوان هذه الجلسة عن أهمية النشاط البحثي في مكافحة جرائم الاتجار للأشخاص. سبق هذه الجلسة تكلموا الأخوة جزاهم الله خير عن مسألة مهمة وهي أهمية النشاط الإعلامي. أما في هذه الجلسة فسنقتصر فقط على النشاط البحثي. هذه أهم المحاور التي يسأل يعني أرجون يسعنا الوقت ويسعفنا لأن نفترض أن نتكلم عنها ولو بإيجاز. لما نتكلم عن البحث العلمي، ما هو البحث العلمي؟
وما هي فكرة البحث العلمي؟ البحث العلمي هو أو أساليب وخطوات منظمة ينتهجها الباحث لتناول مشكلة، وهذه المشكلة إما أن تكون يعني رسم ملكي رقم 244 تقسيم 100 تقسيم 40 تقسيم 21/7 432 متضمن الموافقة على نظام مكافحة جرائم الاتجاه بالأشخاص، وطبعا انضم له مجموعة من الوزارات. اختصارا للوقت بتجاوز عن أعمال اللجنة لأنها ما تتوقع الجميع. تقدمت المملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي المستوى الثاني بتصنيف مؤشر مكافحة الاتجاه بالأشخاص وفقا لتقرير الصادر وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجاه بالأشخاص، الأمر الذي يعكس مواصلة المملكة السير قدما في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل عام وفي مجال مكافحة الاتجاه بالأشخاص بشكل خاص. إلى جانب ما سبق فإن المملكة تشارك بفعاليات أي جهود إقليمية ودولية لمنع الاتجاه بالأشخاص، ومن ذلك مشاركتها في صدور الاستراتيجية العربية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والقانون العربي لتصديق رؤية مقترحة. قمت بإعداد هذه الرؤية في ضوء ما تم التوصل إليه حول أهمية النشاط البحثي والإعلامي. هدفت هذه الرؤية إلى تحقيق هدفين: تفعيل النشاط البحثي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.